أيتها المرأة، إذا منعك والدك أو زوجك من اختراع سياستك، دافعي على حقوقك إلى آخر نقطة من دمك. اخرجي من الجاهلية وتابعي سبيلك مرفوعة الرأس، مرفوعة الرأس إلى الأمام. المرأة لا يمكن لها الدخول في العالم السياسي إذا لم تكن امرأة شخص مهم في البلاد. يا امرأة العالم الثالث، إذا كنت إنسانية اخترعي سياستك ونحن معك.